مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة، تنبيه من الغبار على جازان، أيضا سحب رعدية على جازان، وبشكل عام طقس حار في معظم أجزاء المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن هناك نشاط في الرياح في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، وأيضا في المناطق الشرقية من المملكة، وممكن يكون في إثارة الغبار على المناطق الجنوبية الغربية وخاصة منطقة جازان. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء حارة إلى حارة نسبيا في معظم أجزاء المملكة، وفي الرياح أجواء حارة نسبيا، والصغرى المتوقعة 31 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين أجواء حارة، حارة في النهار، حارة نسبيا إلى حارة في الليل، العظمى المتوقعة 44، والصغرى المتوقعة في الرياض 31 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا أجواء حارة نهارا، حارة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة في الرياض 43، بينما الصغرى المتوقعة في الرياض 30 درجة مئوية. وكذلك الأربعاء أيضا أجواء حارة نهارا، حارة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة يوم الأربعاء 43، والصغرى المتوقعة في الرياض 31 درجة مئوية. أجزاء مختلفة من المملكة، نلاحظ أن المنطقة الشمالية سكاكا 40-28، تبوك 38-26، عرعر 40-27 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة، المدينة المنورة 41-30، وجدة 39-32، مكة المكرمة أجواء حارة 42-31، الطائف 31-24 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء حارة نسبيا إلى مغبرة وغائمة جزئيا أيضا، الباحة 27-21، أبها 30-20، جازان 38-32 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة في الدمام 43-34، حفر الباطن 44-30، أجواء شديدة الحرارة في الإحساء 46-32 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة في النهار، حارة نسبيا ليلا، حائل 38-28، بريدة 43-30، والرياض 44-31 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب.